استقبلت قيادة القوات البحرية وفدا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية للتعرف على ما تمتلكه القوات البحرية من قدرات وإمكانيات تؤهلها لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليها تحت مختلف الظروف. جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم أواصر الترابط والتعاون مع كافة المؤسسات المدنية من خلال تنفيذ العديد من الزيارات لتشكيلاتها ووحداتها، حيث تضمنت الزيارة عرضا تقديميا لنشأة وتطور القوات البحرية ودورها في تأمين وحماية الحدود البحرية المصرية على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. كما تفقد الوفد عددا من الوحدات البحرية المنضمة حديثا للتعرف على آخر طفرات التسليح بالقوات البحرية.